السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو اليوم الثاني من أيام شهر البركة والخير، شهر رمضان، هنا في أرض الخير، أرض البركات. استعد رواد الأقصى تجهيز موائد الإفطار. هذا اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل، ما شاء الله، الكل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. تهيأ، تجهز لهذا اليوم العظيم، هذه الساعة المباركة التي فيها يستجاب الدعاء الصائم فرحتان، الإفطار وفرحة عند لقاء ربي. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام.